للأسف تأخرنا كثيرا الشباب. هناك من يقول فتنت الشباب، لا، والشباب لم يفتن، بل بدأ يستيقظ وبدأ يطرح أسئلة في الدين. نعم، يجب أن يعلم دينه، أن يتفقه في الدين. الشباب يجب أن يعلم الحقيقة، كفى من تراث الكهنوت، كفى. إن شاء الله هذا الأمر سنبقى معه. كفى من تراث الكهنوت، كفى من الكتب، هذه الأصنام المكتوبة، هذه الأزلام، كفى. نحن في عصر الرقمنة، يجب أن يعلم الشباب بالتدقيق ما هو دينه، وأن يعلم الأخطاء التي وقعت لهذه الأمة. هناك أخطاء، هناك تفسيرات خاطئة للقرآن، خاطئة للقرآن، في الإرث وفي حجاب المرأة وفي الربا وفي الزواج وفي الطلاق، تفسيرات خاطئة لكتاب الله، تفسيرات خاطئة لكتاب الله سبحانه وتعالى، رغم ما قالوا. ماشي، أنت أحسن من الأئمة، أنت أحسن من الصحابة، على القرآن تفسر، ولقد فسره. لا يا سيدي، يجب أن يفسر في كل وقت، وأن يفسر بالآليات التي يعيش فيها الإنسان. خذ العرف، الله سبحانه وتعالى يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: خذ العرف وأمر بالمعروف. الأشياء التي كان عليها الناس لا يتدخل فيها الدين، ما عدا إذا خالفت شرع الله الذي جاء في هذا. شرع الله هو هذا، لأنزله الله، ليس معه شيء. الله أنزل قرآن، يجب أن يكون متكامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نقطة على السطر. علينا عموما سنبقى مع هذا الموضوع إن شاء الله، سنبقى معه، ليس سحبة وتمر، لا لا، سندقق في الأمور. يجب أن يعلم الشباب دينه، يجب على الفتاة المسلمة أن تعلم ما هو الحجاب. هل تترك الوجه اليدين؟ هل تتغطى كلها؟ هل لا تغطي أي شيء؟ يجب أن تعلم هي، ولست أنا لا أفتي، أنا أفتح عيون الشباب على هذه الأشياء. هناك قرآن يقرؤونه ويشوفوا الآية فقط، إلا ما ظهر، والبنات يفهموا هذه، إلا ما ظهر، ولا يبقى يتفضل عليكم شي شيخ يفسر على هواه. هم الذين فسروا على هواهم، ولسنا نحن. نحن نفسر بعلم وبتدقيق وبالآليات الموجودة حاليا، كيف يعيش الإنسان في هذه هذا. إن شاء الله خير، دائما خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة لكم جميعا المشاهدين الكرام. دائما معكم إن شاء الله، مع لقاء منتصف الليل إن شاء الله، نزولا عند رغبة بعض الإخوة في بلدان أخرى، لأن فارق الزمن. ونحن نعلم الآن أن الناس نيام الآن، الناس نائم الآن في البلدان الشرقية، كذلك هو البلدان الأوروبية عندهم ساعتين زايدة، ولكن ابتداء من الاثنين المغرب كذلك تكون عنده ساعة زيادة. فارق الزمن بين أوروبا والمغرب سيكون ساعة، إذا اللقاء منتصف الليل ربما إن شاء الله نحوله العاشرة ليلا، الحادية عشرة ليلا التوقيت الجديد، الحادية عشرة ليلا التوقيت الجديد، يعني جرينيتش زائد واحد. واللقاء الأول سيكون مع التاسعة إن شاء الله، لكي يتمكن الناس كلهم من متابعة اللايفات. طبعا الأشخاص اللي مقتنعين بنا واللي معنا، والذين لا يصدقون يعني هذه الأكاذيب التي تفترى علينا، أن فايد أصبح ملحد وأعلن بأنه ليس مسلم. شخص اكتب في التعليق: لقد أعلنت رسميا أنك لست مسلم. سبحان الله، يتدخلون في حياة الناس، سبحان الله، من أنت؟ سبحان الله، يوزعون بطاقة الجنة وبطاقة النار، ما هذا المنكر؟ والله على المسلمين يعني أن يعني شيئا ما أن يراقبوا هذا المجتمع. هناك أشخاص يوزعون يعني بطاقة الجنة وبطاقة النار، ما هذا المصيبة اللي وصلنا ليها هذه؟ ماشي، من أنت حتى تحاسب الناس؟ من أنت ومن تكون حتى تحاسب الناس؟ من أنت حتى تحاسب الناس؟ والله شيء غريب، الله هو الذي يحاسب الناس. لماذا يتفضلون علينا هؤلاء؟ لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولو شاء ربك لآمن في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس. لماذا هؤلاء يتفضلون علينا؟ لماذا؟ لماذا؟ من أين أتوا بهذا الدين؟ من أين أتوا به؟ هم هذا الدين من أين أتوا به؟ سبحان الله، الله سبحانه وتعالى أنزل نور ضوء ضلال،
الله نزل نور هنا، هذا نور. 60 حزب ناقصة ما فيها الشرع، ولا زال يتفضل. هل الصلاة موجودة هنا؟ سنرى واش موجودة ولا لا. هل الصلاة موجودة؟ نعم موجودة هنا، إلا ما كانتش موجودة هنا راه ما كايناش. يجب أن تكون موجودة في القرآن، كل شيء في القرآن، الصلاة في القرآن، الصيام في القرآن، كل شيء في القرآن. يبقى حد يتفضل علينا بليدي. يعني أنتم ما قريتوا هذا الدمياطي ديالكم؟ إن شاء الله علينا الناس اللي يفهموا يقرأوا القرآن. أنا ما نفسر ما نفتي، قرأوا القرآن قراءة صحيحة فقط، قرأوا القرآن قراءة صحيحة، لأن هذه القراءة اللي كتقرأوا راه كتقرأوا بها هو التفاسير القديمة، ها عاد تفسير على الحاشية، تفسير القرآن في الحاشية، هذيك الكارثة. هذه العظمة كلها كيف يفسروها في الحاشية؟ الآية كتبوا فيها الناس كتب ومفسرينها تفسير الجلالين، الحاشية مفسرين القرآن في الحاشية. إن شاء الله خير، دائما خير، والله إن شاء الله دائما. فلقاء منتصف الليل إن شاء الله، ابتداء من غدا إن شاء الله، ربما ساعة قبل، سيكون ساعة قبل، واللقاء الأول سيكون لايف، الأول سيكون مع الساعة 9. نحاول ما أمكن إن شاء الله أن يتمكن الإخوة كلهم في كل البلدان يعني من متابعة اللايفات، ودائما خير. فلقاء هذه الليلة كما قلت يعني أشياء ضاعت في أمتنا، هذه الأمة التي كان عليها أن تتزن، عليهم هي كانت تتزن، وكان عليها أن تتزن بالثبات. وهي ليست أمة الكوميديا، وليست أمة السخرية، وليست أمة المسرح، وليست أمة الضحك. الأمة الإسلامية ليست أمة الكوميديا، ليست أمة المسرح، ليست أمة الضحك، ليست أمة النكتة. حتى أصبحت هكذا الأمة التي أنزل عليها القرآن وأرادها الله أن تكون خير الأمم، أصبحت يعني هي أقل الأمم. لماذا؟ هي اللي فيها الكوميديا، هي اللي فيها المسرح، هي اللي فيها الضحك، هي اللي فيها الاستهتار، هي اللي فيها الاحتقار، هي اللي فيها السخرية. وجل القيم في بلداننا ضيعناها بالسخرية فقط. شخص يسخر من شخص، رغم أننا مأمورين بأن السخرية الله سبحانه وتعالى يحذر منها في القرآن: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. رغم أننا الأشياء التي أمرنا بها هي عكسها تماما. هذه الأمة تخربت بلا شيء، أمة تخربت بلا شيء، تخربت بالكوميديا، بالضحك، بالنكتة، بالحلقة، بالمسرح، بس تخربت بلا شيء. شيء والله شيء غريب، تخربت بلا شيء. لماذا؟ فقط لأن هناك نخبة طبعا دائما كانت وستبقى منذ أن خلق الله سيدنا آدم، هناك نخبة تجنح إلى الفساد، وهي ستكون دائما. هي قليلة لكن الفساد ينشر بسرعة. الكوميديا فساد، النكتة فساد. إذا كانت بابليك، إذا كانت يعني تنشر تعلن للناس، أما الناس مع بعضهم نعم ممكن يضحكوا، لكن أن تعلن يعني شو. انظروا، كل الناس يشتكون من هذا الأمر لكنهم يضحكون. انظروا مثلا الأشياء التي نقلناها عن الغرب، نقلناها بطريقة يعني هذه ورق الكربوني، يعني ورقة الصورة محروقة، يعني الكاميرا الخفية، بلداننا فيها الكاميرا الخفية، ولا شيء يشبه العالم، لا ضحكتنا ولا كلامنا ولا الكاميرا الخفية ولا نكتتنا ولا برامجنا تشبه لا أمريكا ولا أوروبا ولا آسيا ولا العالم، لا شيء يشبه العالم، حتى ضحكنا مبالغ فيه. انظروا كارثة الكاميرا الخفية الآن، الكاميرا الخفية الآن يعني أصبحت توقع خصومات مع الناس، يعني والناس يضحكون ولا يبالون. كارثة الكاميرا الخفية، كارثة في كل البلدان، في المغرب ولا في مصر ولا في جميع البلدان، الكاميرا الخفية أصبحت كارثة في المجتمع، والناس يضحكون على من؟ على أنفسهم. هذه نحن لسنا بلدان الكاميرا الخفية، نحن تعقدنا من الغرب، لأن حتى الكاميرا الخفية نقلناها. لماذا؟ لأن ليس لدينا إبداع، ليس لدينا ابتكار، ليس لدينا عقول تعمل حتى في الإعلام لكي تكون المادة محورة حسب المجتمع الإسلامي. ليس لدينا عقول، هذه العقول كلها تنقل من الغرب، كلها فيها حشو غربي، حشو محشوة بأفكار غربية ليس لها إبداع، يعني صادر منها هي مجتمعاتنا، كل شيء منقول، كل شيء حشو غربي.
برامجنا في التعليم من المدرسة الابتدائية إلى الجامعة حشو غربي، ولا بلد عنده خصوصية في تعليمه. أي بلد، مصر، المغرب، يعني السودان، السعودية، أي بلد هكذا عربي يقول أنا عوض 5 سنوات ابتدائي سأعمل 3 سنوات ابتدائي. لا يقدر، لا يقدر، لأنه ناقل من أمريكا ومن أوروبا ومن بريطانيا ومن، لأنه ناقل. الدول المغاربية هذا النظام الفرنسي لا زال هو هو، نظام البكالوريا لا زال نظام فرنسي، يعني منقول كما هو، منقول مشوه وليس منقول. هذا ليس هناك بلد عنده بادرة، ليس هناك بلد يعني عنده إبداع، عنده ابتكار، يقرر لنفسه باستقلالية، يقول أنا هذه المواد لا أدرسها هكذا، أدرسها بطريقتي. لا يمكن أنت تنقل وتدخل الصف وتقول نعم نقطع على السطر، أنت تتبع المنتظم الدولي وتتبع عولمة التعليم فقط. البلدان كلها عندها مقررات لا يستفيد منها الناشئة، لا تستفيد منها الشباب، لا يستفيد من المقررات الآن التي توجد بين يديه. عدد السنوات هو في الغرب حطوه 5 سنوات في ابتدائي، 5 سنوات في ابتدائي، ليس معهم شيء. على الأقل في المغرب كان الناس في المغرب والجزائر وتونس، كان التلاميذ حتى في مصر كانوا يحفظون القرآن قبل أن يلتحقوا بالمدرسة. الآن عندنا الروض، نقلنا الروض. علاش؟ حيت عندنا مبرمجين وسيكولوجيا ودرسوا وتفضلوا علينا بأن الطفل يجب أن يكون وأن يتعلم. الطفل يحفظ القرآن يا سيدي إذا أردت عبقري، إذا أردت بلدك أن يكون فيه العباقرة يحفظ القرآن ثم يدخل المدرسة، يلتحق بالمدرسة، يحفظ القرآن ويلتحق بالمدرسة، حفظ عادي، حفظ ليس معه لا ترتيل ولا تشويد ولا إمالة ولا أي شيء، يحفظ القرآن ويدخل المدرسة. ونعمل مدرسة 5 سنوات، لماذا 10 أحزاب في السنة أو 12 حزب في السنة يحفظهم التلميذ ويحصل على شهادة ابتدائية، أو يحفظ القرآن ويلتحق بالابتدائي ويعمل 3 سنوات فقط في الابتدائي. لماذا؟ لأن عنده ملايين المعلومات داخل بها. لا دولة تريد أن تبتكر أو تبدع أو تعمل شيء لها، لا دولة. لماذا؟ لأن كوادرها وأطرها كلهم محشوين بأفكار غربية. نريد الأفكار الغربية، نعم نريد العلم، نعم في التكنولوجيا، في الجامعات، في كل شيء، نعم، لكن نحور هذه العلوم لتعطينا إفادة في بلداننا. احنا ما حورنا حتى شيء علم، لم نحور الطب لا زلنا ننقل، لم نحور الصيدلية لا زلنا نشتري أدواء كيميائية عندنا علاجات طبيعية، لم نحور الزراعة لا زلنا ننقل الزراعة من أوروبا، كيف يحرثون أصبحنا ننقل، كيف يزرعون الزيتون أصبحنا ننقل، حتى معالجة المياه، حتى تحلية المياه، حتى جاء كل شيء منقول. ما عن لا شيء، ما عن لا شيء، ما عن لا. هذه البلدان أصبحت بدون شيء، أصبحت صفر، أصبحت عالة على العالم. وقيمها وأخلاقها هذه ضربهم الإعلام فقط بالضحك وبالكوميديا، ماذا يلهون الناس بالكوميديا، كل الناس يضحكون. هذه البلدان هي التي تحب الضحك. وعلى ماذا تضحك؟ على نفسها. هي لا تضحك على، تضحك على نفسها. الكوميد فوازير، انظروا الفوازير في رمضان، انظروا كم تصرف من أموال على البرامج التي تلهي الناس في الليل أثناء شهر رمضان، بليارات الدولارات التي تصرف في البلدان الإسلامية. لو صر هذه الفلوس، لو صرفوها للبحث العلمي لكانت هذه البلدان تقدمت واستوت مع كوريا ومع الصين ومع البلدان الآسيوية. بليارات، بليارات الدولارات تصرف على الفوازير في رمضان. كنا نسدوا هذا الإعلام في رمضان، فقط هذا المال يمشي للجامعات ويمشي للبحث العلمي، يمشي للشباب المبتكر المبدع. لا، ليس لدينا بادرة. لماذا؟ لأننا بلدان نكتة، بلدان الكوميديا، بلدان الضحك، نضحك على أنفسنا، نسفه أنفسنا بأنفسنا، لا نريد أي شيء. إذا أراد شخص مثلا أن يغرس زيتونة يضحك عليه مزارع آخر، أنت تغرس زيتونة فقط، ثم المشروع يتراجع إلى الوراء. الطاقة السلبية، التحطيم، الإحباط. حتى التلميذ لما يريد أن يراجع دروسه يضحك عليه تلميذ آخر، أنت تراجع الرياضيات، لماذا تراجع الرياضيات؟ أنت تقرأ شعر، لماذا تقرأ شعر؟ أنت تقرأ الإعراب نحو الشكل، لماذا تقرأ؟ السخرية. لماذا؟ لأن الإعلام علم المواطن منذ الصغر السخرية والنكتة والاستهتار والضحك. هل تعلمها؟ يسخر على كل شيء،
التلاميذ لا يتركون بعضهم يراجعون، طلب الجامعيين لا يتركون بعضهم يراجعون في الجامعة، وفي الآخر يبدأ البكاء، أنا الأستاذ يعني هذا الأستاذ عنصري أعطاني صفر، لا ما أعطاك صفر، راه أنت لي صفر. يعني الطلبة في الجامعة كيبقاو مجمعين، ولاد وبنات كيبقاو مجمعين على النكات والضحك يعني، وفي السيجارة في آخر السنة تيقول لك أنا الأستاذ يعني ما أعطانيش نقطة جيدة. هذا هو بقى، هذا هو يعني هذا ما نسمعه في آخر السنة. هو ليس صحيح. أنا كنت في الجامعة، أنا درست في الجامعة، درست في الجامعة. البلد الذي يحطم الرقم القياسي في الغياب في الجامعة هو المغرب. علي احنا عندنا الغياب في البرلمان، برلمان كانوا فيه الغياب، برلمان كيحضر قل من الثلث. تصوروا يعني الجامعة اللي كتحطم الرقم القياسي في الغياب هي المغرب. طالب يعني حاصل على الثانوية عامة مسجل في الجامعة ما كيدخلش الدروس، وفي آخر السنة يبدأ يسب ويشتم ويبدأ ينتقد، يعني الأستاذ لا يحبه، أعطاه صفر. لماذا؟ لأننا بلدان النكتة والكوميديا والمسرح، لأن في دمنا أصبح هذا الشيء يجري في دمنا، ما بقاش المعقول أشياء معقولة وثابتة ومتعقلة ورزينة، لا توجد. والذي يريد أن يكون متعقل ورزين هذا لا يمكن أن يعيش في هذا المجتمع، كل الناس سيضحكون عليه. هذه كل شيء، هذا ميدان التعليم، في هذه مصيبة، التعليم مصيبة مصيبة مصيبة. ليس هناك تشجيع الطلبة على يعني مراجعة، ولا حتى هذه المكتبات الموجودة الآن في الجامعات من يدخل لها. احنا كان عندنا في المعهد كان المكتبة في الليل، المكتبة في الليل كانت تكون مملوءة بالطلبة طول الليل حتى صلاة الصبح. الآن ليس فيها طالب واحد. المكتبة طلبة طول الليل في المكتبة، طب تصوروا الليل كله في المكتبة، يعني تجي مع 2 صباحا و4 صباحا تجي الطلبة في يعني في هذا في المكتبة في المراجعة. الآن هذه السخرية والضحك والكوميديا خربت التعليم من الابتدائي حتى الجامعة، طلبة كلهم النكات والضحك والسيجارة مشاعر، وكلهم يسبون ويشتمون لأن الأستاذ يعني خطير، ولا عليهم أساتذتهم. هذا مقرر، الأستاذ كيقرب مقرر، ما كاينش الأبديت، كاين اللي عنده المقرر ديال الثمانينات الآن باقي كيقرب في كلية حقوق، كلية الآداب، وكلية الفلسفة، الآن كيقرب مقرر ديال الثمانينيات 1980 لازال كيدرس به في الجامعة. ليس هناك تحيين ولا معلومات ولا تجديد ولا ابتكار ولا ابتداع، ولا الأستاذ يعني يتفنن في المادة ولا شيء موجود. كلهم طابعين كتاباتهم حاطين للبيع، كلهم طلبة هكذا التعليم يمشي في الجامعة. ثم نريد منتوج جيد، من أين يأتيك منتوج جيد؟ ولا حتى كليات المهندسين الآن، حتى كليات المهندسين الآن ماشي كل المستوى انحط نزل إلى الأرض. الكوميديا والسخرية كي يعلموها للناس منذ الطفل يكون صغير، لما أبوه وأمه يكونوا يقهقه أمام التلفزيون والطفل بجانبهم كذلك يضحك معهم، يتعلم الكوميديا والمسرح والنكتة ولا شيء عنده معقول. الأشياء التي لا تنتبهون لها، عاد هذا المؤطرين في الطفل، وهذا مختصاصي في سيكولوجية الطفل ويعطينا محاضرات على الطفل، والطفل إذا قال لك لا يعني نعم هذا إيجابي، الطفل يجب أن يقول لا، أنت لا تعلم شيئا عن الطفل، الطفل راه خربوه أبوه وأمه، هم الذين خربوه، ملي كيكذبوا أمامه، ملي كيمروا في الضوء الأحمر أمامه، ملي كيخليه يكونوا يتفرجوا في التلفزيون يخليه أمامه، ملي يعودوا النكات أمامه، يضحكون في الأشياء ويسخرون من الناس أمام الطفل، كيتخرب الطفل بدون أن يشعر لا أبوه ولا أمه ولا المجتمع، يخربون بدون أن يشعروا. ها يعني طفلنا لا يشبه طفل آسيا ولا أمريكا ولا أوروبا. الآن الأطفال في إفريقيا أحسن من أطفال البلدان العربية. الدول الإفريقية اللي حصلت على الاستعمار ديالها آخرا من بوركينا فاسو، من بعد البلدان هذه تقدمت أكثر من البلدان العربية. البلدان إثيوبيا الآن تقدم أكثر من البلدان العربية. طفلنا لا يشبه يعني أي بلد، لا البلدان الأمريكية ولا البلدان الأوروبية. عليه يعني طفلنا راه في الزنقة، راه في الشارع كيلعب، يعني أبوه وأمه لا يسوف هذا العالم، هذا أبوه راه في المقهى وأمه راه هي كتشاتي، والطفل راه في الزنقة. وفي الأخير تجي تقول لك أنا ولدي ما حصلش نقاط، أنا والمعلمة ما عطاتوش نقاط. عندك 4 الأطفال ولا 5 الأطفال تحمل مسؤوليتك، إذا لا تقتنع على المسؤولية على الأقل شطب، غلق فمك وشد لسانك على الناس. عندك 4 الأطفال عندك مسؤولية، لا ما قدرتي شيء عليها، استقل استسلم. هذا هو المشكل، مشكل ضحايا الأطفال الآن، ضحايا الآن.
آب عنده 4 أطفال وعنده ساعة ونصف في المقهى مع أصحابه، ماذا يحكون؟ النكت وتكشف عورات الناس في المقهى. ثم جميع الميادين، العلاجات، احنا وصلنا للعلاجات والأكل. الأكل تقول لي لا أنا سمعت بأن القمح يضر، هاي أنت كتصدق هذا كي يحكوا عليك؟ أرى الناس يدير الخبز موت وحدة كاينة، هذا ما يقولونه في المغرب، موت وحدة كاينة. تقول لي هذه الزيوت راه شيئا ما سمعت بانها شيء، نمشي انا نشري زيت زيتون ب 100 درهم، اعطيني يا سيدي انا باغي، نموت، غير اعطيني انا باغي نموت. هل خراب الدمار؟ هل العقلية اللي خربت البلاد؟ راه ليس الحكومة، ليس البرلمان، ليس المسؤولين، راه غير المواطن هو اللي خرب البلاد بدون ان يشعر بهذه الطريقة. هذه موت وحدة كاينة، انا باغي ناكل، اعطيني اللحم، انا باغي السرطان. هكذا تسمع، تسمع في الشارع، تسمع انا باغي سرطان، انا يعطيني ناكل، انا باغي سرطان. هذه الانتقادات السياسيه، الاتمان واللحم والمراقبه وكذا، يعني واللي هو يقرا في السياسه ويقرا في الاقتصاد والاختصاصي في كل شيء، في استراتيجيه، واللي يحلل واللي ذكر لك على الحرب ديال اوكرانيا. ها مشكلنا، مشكلنا هذا، مشكلنا ما عرفناش حتى حياتنا ومجتمعاتنا، وكنمشيو للحرب الاوكرانيه ننتقدوها ونحلوه. أحيت روسيا تنتظر ثلج لكي تهجم على أوكرانيا، يا سيدي وزرع رمانة لأولادك، زرع كرمة ورمانة لأولادك يأكلوا منها يا بني آدم. المشكل يعني كنخليو الحياة، كنخليو المجتمع، كنخليو الأشياء التي تهمنا ونذهب بعيد، ننتقد أمريكا، بايدن قال وماكرون قال وشيء، وإحنا عندنا أوساخ في بلداننا، أوساخ. الناس حتى تقول له نظف أمام منزلك، يقول لا البلدية هي اللي خصها تنظف، علاش أنا كنأدي الضريبة، علاش ما ينظفوش ليا؟ طبعا ملي كيكون الشخص هو عايش في الأوساخ وعنده أوساخ هنا، طبعا راه ما عمر الأوساخ تحيد من أمام منزله. ها المشكل اللي كاين، اللي وقعنا فيه السخرية والضحك والكوميديا، حياتنا كلها سخرية، حياتنا كلها ضحك على بعضينا، كلها سخرية. لماذا؟ لأن مصيبة المغرب، المملكة المغربية مصيبتها هي الثنائي، هي بلد الثنائي من زمان، من قبل الاستقلال احنا عندنا الثنائي، واحد جوج ديما بطاره والقنبر، ولا جوج كيديروا الكوميديا، ولا كيضحكوا الناس، ولا كيديروا الحلقه، ديما هذا الثنائي خرب المملكه، خربها. السخريه على قيم، السخريه على العادات والتقاليد، السخريه عن عند يضحكون ويسخرون من تغذيتنا، من تقاليدنا، من لباسنا، من كلامنا، يسخرون من كل شيء، يضحكون علينا ويضحكوننا فينا. هذه ولا احد، ولا سوسيو يعني عالم في السوسيولوجيا، ولا عالم في الفلسفه، ولا عالم يعني في الدراسات يعني الاستراتيجيه، ولا عالم في التحليل الاجتماعي في السوسيولوجيا يعني تكلم ولا تطرق لهذا المشكل هذا، لانه هو كذلك يحب الكوميديا. هنشوف المشكل من اين اتى، لان هذه اشياء عاطفيه، نعم ما تعجبنا، شخص يجي مهرج يضحك على القيم، يحكي نكته، هذا واحد العروبي، ويضحك على كلامنا. وحتى الكوميديين هادو اللي عايشين برا وكيجيو يدخلوا كيبدا يتكلم بشي كلام بدوي باش يضحك الناس، بيت الرقاد، ويخدم مصطلحات ويعوج يعني سيفتو، ويلبس ثياب راكم شفتوها كيعامله، ولا احد ينتبه. دائما تلقى وجهه مشوه، وكيشوه الحلق ديالو، كيشوه حلقه، ويلبس الخضر مع الصفر، ويعمل واحد ربطة العنق في شكل. هذه علاش؟ هذه باش يضحك على القيم، والناس كيضحكوا كيعجبهم. هادو كيجيو من برا، هما كيعيشوا في برا، يلبسونا جيد يلبسوا برا، ولكن من كيجيو هنا كيضحكوا علينا وكيديو المال، وكيضحكوا على القيم، وكيحطموا القيم، وكيحطموا التربية ديالنا، وكيحطموا المجتمع. اشياء السوسيولوجيا ليست سهلة، السوسيولوجيا علم خطير، علم خطير، علم اجتماع، علم خطير، لأنه هو الذي يجب أن يدرس، هو الذي يجب أن نعتمد عليه. ماذا عندنا حتى طلبتنا في الجامعة، هل يقرؤون مقدمات ابن خلدون؟ أنا لا أظن، أنا لا أظن أن الطلبة يقرؤون مقدمات ابن خلدون، لا في تونس ولا في الجزائر ولا في المغرب، لا أظن أن الناس، لأن هو مغاربي، هو ابن خلدون، هو تونسي، هذا لا يمكن أن لا نقرأ على الأقل. والأمريكيين يقرؤون يا سوسيولوجيا بلدانهم، ابن خلدون أظن أنه الفيلسوف الذي العالم كله يعترف به. هل طلبة ولا الجامعيين يقرؤون ابن خلدون؟ لا، لأننا لسنا بلدان القراءة، احنا بلدان النكتة، بلدان الكوميديا والسخرية، نعم اللسان، لكن باش نقرأ ونستفيدوا لا. حتى في الدين، حتى في الدين، ولا بنادم يتبت، ولا بنادم يتبين، يسمع خبر نعم. يعني سبحان الله، غريب،
حتى الشيوخ اللي كيصليو عندهم اللحية يكذبون على الناس، وبما أن الناس لا يقرؤون يصدقونهم هكذا. وعوض الشخص هذا، عوض هذا الشخص الذي يكذب على الناس ويتكشف عورات الناس. احنا اصبحنا الان كلنا شيء كيضرب شيء، الان عندنا الناس كيكسبوا الناس في اليوتيوب باش تضرب، وباش انتك تسب الناس تتكشف عورات الناس وتصلي الصبح. عندك قناة تسب الناس وتصلي الصبح، وفي الاخير تكفر الناس. انت اللي دخلتي الجنة، الاخرين دخلوا النار. فايد هو المتابعين ديالو دخلوا النار وانت دخلتي الجنة. انت تكذب على الناس وتصلي الصبح، وعامل لحية وقاص الشارب، راه قيم نمشات يا عباد الله. راه قيم في هذه البلدان هذه راه اشياء. لما كانش التربيه في المدرسه الابتدائيه وفي البيت الاب والام، وما كانش المدرسه الابتدائيه ليس الجامعه، المدرسه الابتدائيه يعني الطفل اللي يتقنوا في المدرسه الابتدائيه، راه حنا سنبقى هكذا. راه الطفل ما عندوش ما غاديش يعطي. علاش؟ لان عقله يتخمج منذ الصغر، عقله يتخمج منذ الصغر. لماذا طلبتنا ملي كيمشيو لامريكا واوروبا كيعطوا نتيجه باهره؟ لماذا لا يعطون هذه النتيجة في بلدانهم؟ لماذا؟ ما الذي؟ لأن الوسط تغير، لأنهم وجدوا فضاء الدراسة وفضاء القراءة، وما فيش سخرية. الأمريكيين يعودوا نكات، مشعلين سيجارة ويعود نكات وحط قهوة. لا، أمريكيين في الجامعات ماستر دوغري ولا بي اتش دي، البحث العلمي ديبارتمنت، كل الأقسام كلهم يعني البحث العلمي. ماذا طلبتنا ملي كيمشيو لأمريكا؟ كيعطوا نتيجة. المصريين والتوانسة والجزائريين المغاربة والجزائريين والسودانيين أعطوا، كيعطوا نتيجة باهرة. اليمنيين كذا يعني، واللبنانيين يعني في أمريكا وفي أوروبا، الطلبة كيعطيونا نتيجة باهرة، رغم أن المغرب نحن لا نتكلم الإنجليزية، ومع ذلك الطلبة المغاربة لما يلتحقوا بالجامعات في أمريكا يعطوا نتيجة باهرة. كيدرسوا اللغة في شهرين الإنجليزية ويدخلوا الجامعة، يعني وسبحان الله حصلوا على نتائج باهرة. لماذا؟ ما الفرق؟ هذه خاصة تحليل، خاصة تحليل سوسيولوجي، تحليل سايكولوجي. لماذا؟ فقط لأنه كان في وسط هنا، في الخماج، في الكوميديا والمسرح والنكات والضحك والاحتقار، اللي مشى مجتمع متعقل، مجتمع راقي ناضج، يعني بدا كيعطي نتيجة أكثر. تصور لو كانت الجامعة في أمريكا بنفس القياسات اللي عندنا هنايا، كنا احنا أكثر من الأمريكيين صدقوني. لكن جامعتنا من هذاك الحارس اللي في الباب حتى القيدم، يعني كلها نفس الشيء، كلها لا الطلبة ولا الأساتذة، الاثنين متهمين الاثنين. ها المشكل لماذا؟ لأن هذا الاستهتار والسخرية تعلمناهم، دخل الدم. شخص يقول لي انا تابع نظام غذائي طبخ المنزل، والمراه تقول جاتنا عندي خميره بلديه، تحق لي خميره بلديه، انت عروبيه انت يا خميره بلديه. هي لا تفكر في المرض، لا تفكر في التهابات في القولون ولا في المعده، ولا تفكر في الزياده في الوزن وفي السكري وفي المصائب والسرطان وامراض مناعيه ذاتيه. لا، هي تعلمت السخريه، دخلت لها المخ يجب ان تسخر من الناس فقط، لانه يعني ولا مرض. السخريه عندنا في المغرب ولات مرض، مرض السخرية، مرض الاستهتار، أصبح مرض. هذا هو المشكل. النساء عندهم مشكل الآن مع الخميرة البلدية، لأنهم كيضحكوا عليهم. مرأة تضحك على مرأة، تسخر منها. يعني في جميع الميادين السخرية والضحك، بدون أن نلخص لكم، السخرية هي اللي حطمت كل شيء يعني في هذه البلدان هذه. غريب والله، أي شيء تعمله يضحكوا عليك. الناس يريدون أن يأكلوا جيد ليتفادوا أمراض، يضحكون عليهم. اعطينا اللحم انا نبقى، اعطيني اللحم انا باغي المرض، انا باغي السرطان انا سيدي. ماشي هكذا ادخلت الامراض لبلداننا. الامريكيين والاوروبيين ما جاوش دخلوا لنا الامراض بالقوه بالسرطان، لا، احنا اللي دخلناه بالضحك وبالسخريه. كنضحكوا على العادات والتقاليد، ودخلنا الموضه حتى خربنا التغذيه، حتى اصبح السرطان عندنا اكثر من البلدان الاوروبيه. السخرية في كل البلدان العربية، لكن المغرب محطم الرقم القياسي في السخرية وفي الضحك وفي النكتة. يعني محطم الرقم القياسي، لأن فن الثنائي ما كاينش في البلدان، قليل عليه، قليل قليل. فن الثنائي عندنا في المغرب حطم. الإخوة المصريين عندهم الفوازير، عندهم كوميديين، عندهم فوازير، عندهم طريقتهم، عندهم كذلك، وعندهم فوازير في رمضان، يعني التلفزيون مملوء بالفوازير، ليس فيه شيء.
هذه السخرية والضحكة على القيم. نفس الشيء في مصر، لازم الممثل يكون أعور ويكون صلع ويكون كرشو خارجة باش يكون ممثل، خصك تكون بشع باش تكون ممثل. هذه لم ينتبه لها الناس الأمريكيين. شوف هذاك روبرت ريدفورد وهذوك اللي كانوا كيمثلوا، يعني هذاك أنتوني كوين وهذاك ستيف ماكوين وهذوك كيجيبوا ممثلين يعني جميلين ولابسين جيد ومعقول، ممثل رزين. احنا الممثلين ديالنا كلهم شندفين. احنا المشكلة كتجيب، لا يجب، يجب ان يكون يبشع صوته يبشع ثيابه يكون شكله بشع يكون عور يكون قرع يكون باش يكون ممثل. لماذا؟ لان الضحك، لان هذا هو المشكل، هذا هو المشكل. لا شيء عندنا تعقل ولا شيء رزين ولا شيء جيد ولا شيء، يعني يكون واحد نضج واحد المستوى يعني في هذا يعني شيء. لا يعني لا، المشية في الشارع، مشيتنا في الشارع نلتفت 360 درجة. الامريكيين والالمان والبريطانيين والاسكندنافيين والاستراليين والاسيويين واليابانيين كيمشي في الشارع كيمشي لا قصد، يقصد في مشيه اللي كاينه في سورة لقمان، واقصد في مشيك واغضض من صوتك. ما عندناش عند الامريكيين وعند اليابانيين وعند الكوريين وعند كل جميع العالم. لا احنا ما عندناش غضض من صوتك، اصواتنا بشعة. ما عندناش قصيد في مشيك، كنت غادي في الشارع ونضرو 360، خاصنا نشوفو كل شيء، يجب ان نطلع على كل شيء. الامريكان ما كيطلعوش الناس. القران تيقول لنا يعني راه الرجال عند النساء يغضوا من ابصارهم، يغضضن من ابصارهم، من با ماشي حيت غض البصر فعل غض، راه يعني راه متعدي عنده مفعول به. اغض البصر، بصر مفعول به، ولكن يغضضن من أبصارهن ويغضوا من أبصارهم، من يغضوا من أبصارهم، معنى من أبصارهم، معنى من أبصارهم. لو قال الله غضوا من أبصارك ما تشوفش تماما، تغطي عينك ما تشوفش تماما، لكن من أبصارهم يعني ممكن تشوف هكا وتحذري، ممكن تشوف الشوفة الأولى عادية، لأن هذه طبيعية غريزة في الإنسان، الله خلقك دائما ترفع عينك وتشوف. يحترمونها الأمريكيين ولا يحترمونها المسلمون. الامريكيين الا شفتي في امريكيه ما كاين حتى مشكل، الا بقيتي تشوف فيها كيسموها تحرش، تحكم عليك المحكمه. اذا اطلت النظر في امراه واشتكت بك، شكتك الى البوليس، ياخذوك مكبل اليدين ويحكمون عليك تحرش. بلد غير اسلامي تسمونه بلد الكفار. احنا عندنا غض البصر في بلداننا ما شاء الله. شي يعني الله قال غير يغضوا من ابصاري، غير يغضوا من، غير ملي كتشوف المراه تشوف الشوفه الاولى ودور صافي الله يجعل شي بركه، شتي الشوفه الاولى حذر عينيك. لا احنا هي يغضوا، هي حذر عينيك بالدارجه. يعني احنا لا، ماشي يغضوا من ابصارهم، لا لا، احنا لا نغض البصر ولا نغض من البصر، الاثنين يعني لا يمكن. هذه فهذه الاشياء اللي عندنا في بلداننا راه عندها أسباب يا عباد الله، راه عندها التربية في الأسرة وعندها المدرسة الابتدائية، راه عندها الشارع كذلك. واش الأطفال في الشارع وتريدهم أن يكونوا مربين؟ هذا ما يمكنش. الأشياء التي نعاني منها الآن راه من أين أتت؟ من هذه الأشياء. هذه شخص لا تعرفه ولا يعرفك ويتجرأ عليك ويسبك في الشارع ولا في السيارة ولا في النقل ولا في هذا حافلة النقل ولا شيء، ولا يدخل عندك صفحة فيسبوك ويسبك، ومن اللي تمسح هذا السب والشتم يسبك. لماذا مسحت السب والشتم؟ يدخل عندك صفحتك ويسبك ويشتمك، ولما تمسح انت الشتم والسب يسبك لانك مسحت السب والشتم. شيء غريبه الله. لا احنا تعالجنا ولا تركونا نتعالج لانهم يضحكون علينا، لا احنا تغدينا تغذيه جيده لانهم يضحكون على التغذيه التقليديه دي هذه، ولا احنا تركونا غرسنا اشجار ولا حرثنا ولا زرعنا في الاسطح ولا في البلكونات خضر. النساء الان ما يقدروش يزرعوا خضر في البلكونات وفي الاسطح، لان امراه اخرى غادي تضحك عليها. هناك نساء يعني يقتنعن، لكن هناك نساء يضحكن علينا. السخريه حطمت جميع الاشياء، ولا يمكن هذه البلدان. ماشي، ليس التقدم التكنولوجي والجامعات والدكتوراه هي التي تقدم اخلاق، اولا اخلاق اولا، ونحترم عاداتنا وتقاليدنا. ما دمنا نشجع ونمول السخريه والآن الكوميديا والضحك على المجتمع والضرب في قيم المجتمع، لن نتقدم. يجب أن نوقف هذا المقرر الذي يقدح في قيمنا وفي تربيتنا وفي مجتمعنا وفي أكلنا وفي لبسنا وفي كلامنا. نوقف هذا، ثم إن شاء الله كل شيء ممكن. ممكن الناس يأكلوا جيد، أكل طبيعي جيد، ويشجعون بعضهم البعض. الأمريكي لما يقول الأمريكي أنا عندي خميرة بلدية يقول لي جريت great oh you have sourdough starter great. احنا ملي كيقول عندي خميره بلدي كاين يعرف بهذا، هذا ولد احمد هذا عجه من تادله.
يعني راه مصيبة هذا. شي كاين الامريكان اللي تيقول لي اي كود ذا سير اي ويل فيرمنت ماي اوليفز ماي سيلف، غادي نخمر الزيتوني. تيقول لي ياس جود اند مي تو واي نوت يو شو تراي شي شجع شي شي يعني ايد. انا تيقول لي غنخمر الزيتون، تيقول لي تمام تسطي ترى الزيتون سير شريته تبقى تصدع في راسك انت. نظر السخرية حطمت كل شيء، الكوميديا الضحك، لأننا بلدان السخرية والكوميديا. تحية طيبة لكم جميعا، السلام عليكم.